ربي تبارك وتعالى يزوج في العباد نسك كي كان النعم. ربي تبارك وتعالى يفضل كروسان كرير باش العباد ان تقرب ربي تبارك وتعالى. والسند ليسك ربي تبارك وتعالى ليفضل اتنيغان دمروسان لزوارين ذي الحجة العشر ذي الحجة إلا قسنت يوم التروية، إلا قسنت يوم عرفة، إلا قسنت يوم العيد الأضحى لمقرن. ربي تبارك وتعالى يعظم والسند، ربي تبارك وتعالى يقول لا السند القرآن الكريم لغنى والفجر وليال عشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يود إيزد أكل إيجان أيام لفركين هذا ربي تبارك وتعالى الدنيا أتنيجان دو السند نيوم لغنين مرو السند لزوالين أغضي الحجة. إن أبو عثمان النهدي الترحم ربي تبارك وتعالى كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم. مانيك أسران استقبل السند لفلكينين. إن ابن عباس أفلس ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكان هن الأعمال الصفوركينين أكيد إكنا رانقين أتفو لكم كله غسند كي إكنا ترد العبادات كيت زند من هذين أي تظوم أي تظل النوافل أريد تخرب ربي تبارك وتعالى النوافل يسكر الحج أريد تكار ربي تبارك وتعالى أريد تكبر ربي تبارك وتعالى أريد يقرأ القرآن أريد تنفخ وجوه الخير دكم ما يفركين كلية العبادة ليحب ربي تبارك وتعالى. ولكن المسائل اللي يفركين بزاف والسند أتنتيجان دو زوم أي زوم بنادم مرو السند أبلا أسل العيد. أشكو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يوند إذ النبي صلى الله عليه وسلم استنكا أريد تزوم تزو السن زوارين غدي الحجة خاصة ولكن تقول لي فلكين غسانا التقان ديوم عرفة أشكون تغسان أرقس التغفر ربي الذنوب مسيح سبقاسن أسبقاس لي زرين دا سبقاس لي ديوش كان يفلكي قسنت تتكبير أي تكبر ربي تبارك وتعالى أي تكبر من ندم ربي تبارك وتعالى أي تتكار إلي قسنت كذا إلي قسنت دا أي قرأ من ندم القرآن أي حج من ندم أشكو تنتني فلكي إيجا أعمالي الخير. أشكو النبي صلى الله عليه وسلم رتني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إلي قسم تنتا تفسك لضحية منادم يغري غرس أدوري سوري يغري غرس كيكشمت والسند مرو السند لزوال نغض الحجة أسول أوري كيسة الزرنس ولا أريد كيسة سكرنس أركي يغرس إلى ضحيانس.